مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة. معنا شابة اللي كتحدى السائق المهني وتعتبر أول شابة تنقل سيارة لعربة خاصة بتوزيع المواد الغذائية على المحلات التجارية بمدينة طنجة، بحيث ستكشف لنا في هذا الريبورتاج عن المعاناة والمضايقات التي تتعرض لها أثناء مزاولة عملها كأول سائقة لعربة لتوزيع المواد الغذائية بمدينة طنجة، رغم أنها تحدت صعاب وكذلك تحدت أسرتها التي رفضت العمل بهذه المهنة. إذا أنتم معنا مشاهدينا الكرام في هذا المباشر. كوجاك فيستا، فيستا كوجاك فيستا حمراء غزية خضراء أزرقاء، وعدك زرقاء كاينه، أزرقاء كاينه. شحال تدير الزرقاء؟ 95 درهم. وفيرة الألوان ديالهم كاين الصفر، كاين الكحل، كاين الزرق، وفيرة الصعبة، وفيرة الصعبة الزريعة كحلة، الزريعة كحلة كاينة بقالي. تشبع تشبع 50 فرن. يمنا شي حاجة؟ أها شي جوج باكيات. اوكي كيسات ديال الدراب تاعهم باتريكس. لا الساعة شوفان صافي. اوكي تفضل. إذا عملية توزيع المواد الغذائية على المحلات التجارية بعد طلبات أصحاب هذه المحلات التجارية والتي تقدمها هذه الشابة. إذن حيث تعتبر هذه الشابة أول سائقة لعربة نقل وتوزيع المواد الغذائية على المحلات التجارية بمدينة البوغاز، وهي تنحدر من منطقة الريف. إذن عملية تسليم السلع لأصحابها. وفر دابا ندوزو صافي. شكرا. مرحبا بك. مرحبا. تفضل انت معنا مباشرة على قناة شوف تي في. لا تسمح لي شكرا لكم. اذا الاول حكي لنا كيفاش جاتك فكره انك تمارس هذه المهنه ديال كاول سائقه ديال توزيع المواد الغذائيه هنا. الفكره جاتني انا كيعجبني الكوميرس بزاف، وديجا كنت خدامه في لي ماغازين وخدمت في لي كافي ريستورون، ويعني انا كنبغي التجاره، الدومين ديال التجاره بصفه عامه كنبغيه، وكنت بغيت نولي سائقة ديال الطاكسي. وكنت ديجا تلاقيت مع واحد السيدة في فاس وقالت لي شوية صعيبة بالنسبة للبث ما صالحهاش بالليل، ودابا حاليا صافي خديت قرار هادي واحد المدة انني نخدم شي فورا كوميرسيال لتوزيع مواد التغذية. وصراحة يعني انا حلمي انني نعمل شركة ديالي وان شاء الله نبدا نوزع راسي ان شاء الله. شحال في العمر ديالك؟ عندي 31 سنة. 31 سنة. دا قلتي انت كتنحدر مدينة الناظور. مدينة الناظور كانت العائلة ديالي ما كانتش باغياني في الاول اني نخدم،
وبحكم احنا يعني انا منطقة الريف، جبرت مشاكل بزاف في الحياة ديالي انا مع العائلة ديالي، ومن بعد الحمد لله يعني ماما وقفت في جنبي ودابا تقبلوا الحمد لله، شافوني خدام على راسي ما كنعمل شي حاجة ديال، الحمد لله خدام على راسي، واخا هو شويه الدومين هذا فيه شويه ديال التمارة بالنسبه ديال البنت. وكنت ديجا كنهز الشكلاط شحال هادي، كنت كنهز الشكلاط فيه 5 كيلو 10 كيلو كراتن، وكنت كنطلعو حتى الرز ديال المصلى على يعني على رجلي هايدا في يدي. وبعد ساعات كنضطر نعمل كاروسه، كنت كنجرب كاروسه يعني كانت كتجيني كاروسه فيها بزاف ديال الصنادق، ولكن الحمد لله كنقول يعني بحلال يعني نخدم حلال الحمد لله باش تكوني راسك، باش نكون راسي عندي واحد عزيز علي نخدم على راسي نكون راسي، بغيت نكون راسي ان شاء الله مستقبلا. يعني الحلم ديالي انا بغيت نوصل واحد الحاجه يعني واخا صعيب ان في هاد الزمان تكون راسك بحلال، ولكن واخا هذاك الحمد لله وفي المغرب يعني كنقول ان شاء الله غادي نوصل. واش انا قلت لي المضايقات اللي كتعرض لها منذ بدايه هذا العمل هذا؟ بالنسبه للمضايقات كنجبر مشاكل بزاف في التجاره، ملي كنجي نبيع كنزل يعني ملي كنجي كنبيع لهم كيديو النمره، وفي الليل كيبقاو يصيفطوا لي كيديروا نجوني يعني في يعني كنديروا تحرش يعني كيقول لك انا كون بغيت السلعه طلع نديها مع الدراري. يعني بالنسبه للبنت جبرت شويه ديال المشاكل بزاف يعني باش بيس كنفرق، وداك الشيء تقريبا شي 3 سنين وانا في طنجه، يعني انا اصلا ساكنه هنايا وجبرت المشاكل مع 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 التجار مع البقاق وداكشي، جاتهم صعيبه ان البنت تبقى تفرق، وبنت صغيره ماشي شي وحده اللي وكيديو النمره ديالي، وفي الاخر كيبداو يديروا نجوني في الليل وكيقول لي انا ما بغيتش السلعه، انا كون بغيت السلعه عطا الله راه نديها مع الذكور. يعني كاين الدراري كيبيعوا كيفرقوا السلعه، وانا خسرتك انتينا لحقاش عجبتيني انتينا، وانا انا ماشي مشكل تخوي لي الطوموبيل كامله ماشي مشكل، ولكن انا ما انا من هاد المنبر كنقول اللي بغى يعني اللي بغاني ننزل له السلعه يعني على الرسول العين بدون يعني بدون شي حاجه يعني بدون مقابل، لا ما كاين انا الحمد لله الوضعيه ديال الانسان، وانا عندي واحد الهدف في راسي انني ما بغيتش نعمل شي حاجه خايبه، كون بغيت نعمل حاجه خايبه ما غاديش نخدم وما غنهزش الكراتن على على كتافي ونهز الثقال هذا. والحمد لله دابا الحمد لله هذيك الصعوبات اللي كانت شحال هذه تجاوزتها دابا الحمد لله، دابا بداو كيتاقلموا معايا دابا واحد المده، وانا عندي في طنجه مده طويله دابا الحمد لله هنايا دابا الحمد لله. يعني دابا بديتي يعني بقيتي بدا الناس اللي بداو بداو كيعرفوا الطريقه ديال العمل ديالك دابا صافي عرفوني شتو معقوله يعني عرفوني دابا الحمد لله عرفوني يعني كنخدم على راسي ما بغيت شي حاجه اخرى، يعني كون بغيت شي حاجه اخرى كره يعني سياوني. وباقي لحد الساعه كنتعرض للتحرشات بزاف، ولكن بارابور دوز 50% حتى 60% ديال اللي كنت فيه المشاكل اللي كنت فيها. دونك كيعرفوك معقوله وزينه خدامه على راسك وتكون راسك ماشي ديال التفليه. وعطيت دابا عندي واحد البصمه هنايا في طنجه بلي كيقولوا داك البنت هذيك راه واخا تعيا فيها راه ما غادي ما غادي والو موراها. يعني دابا كيقولوها هما بعضياتهم هيدا كيقول لهم شوفي الا بغيتي دي السلعه راه غتعطيها لك، الا بغيتي شي حاجه اخرى ما غتجبرها شي عندها. والحمد لله دابا الحمد لله شويه ودابا حتى الدار ديالنا الحمد لله تقبلوا الوضع انني خدام على راسي، وهذا الحمد لله كان عندي مشاكل في الدار ديالنا بزاف، ما كنتش متقبليني ان بنت ريفيه حنا ما عندناش بنات رياف كيخرجوا يخدموا يعني هذا اسره محافظه محافظه جدا وكان بلا سبنيه وهذا، وكنت دخلت في صراعات، ولكن انا ما يمكنليش انا بغيت نكون راسي مع العلم ان يعني با الحمد لله ما خصت حتى شي حاجه عندنا الحمد لله محالات ديالنا وداك الشيء، ولكن انا بغيت نكون راسي براسي ما كنفتش شي حاجه خايبه، انا بغيت الحمد لله نكون راسي بحلال ان شاء الله وغادي نوصل ان شاء الله. والحمد يعني لله كتعاون راسك ولا حتى الاسره يعني مثل لا الاسره ديالي الحمد لله ما واقفينش عليا يعني الحمد لله عندهم رزقهم انا كنكون راسي واخا صعيب يعني في هذا الوقت، ولكن كنحاول يعني حلمي غادي نوصل ان شاء الله غنعمل واحد الحاجه غادي نعملها ان شاء الله بالحلال ان شاء الله. لا ومن هذا المنبر يعني كنقول وكنعاود ناكد عليها يعني اللي بغى يتسخى من عندي ك زعما بغى مواد تغذيه مرحبا، اما شي حاجه اخرى راه ما كايناش عندي. شنو الاماكن بزاف واش في الاحياء الشعبيه اللي كتعرض فيهم التحرش ولا في وسط المدينه؟ المشكل ماشي في الاحياء، المشكل في الانسان يعني في الناس بعض الناس كتجبر يعني الناس يعني عاديه بسيطه جدا وما واعيش وهذا كتجبروا يعني كيتعامل معك وهذا، بعض الناس كتجبر الناس واعيه وعندها محالات بزاف، كل واحد كتجبر عنده ثلاثه اربعه المحالات ويعني كيضطروا هذا كيلتجؤوا طرق اخرى، وفي الاخر كنمشي عنده مثلا دابا سيما تنقول له شني واش ناقصك شي حاجه، ولا كيقول لي ما ناقصني والو، من بعد عاوتاني كنضطر كنقول الخدمه ديالي ما عندي ما نعمل، كنرجع عاوتاني كنقول واش ناقصك شي حاجه، كيقول لي ما ناقصني والو،
عارف بلي راه كان باغي شي حاجه اخرى ما جبرهاش عندي. وكنتمنى زعما الناس كنتمنى الناس زعما تساعد، يعني ملي تجبروا شي وحده خدامه على راسها وبغات توصل بالحلال كنتمنى تساعدوا. هادشي اللي زعما ما تزيدوش دمروها، يعني بالعكس ايدوها وشجعوها. هادشي اللي كنتمنى من جميع المغاربه الصراحه. ماشي انا كنشوف هاد المهنه ماشي حكرير على الرجال فقط، خاصه النساء. شنو الرساله اللي يمكن لك توجهها للمرأة المغربية وحنا قريبا نحتفلوا باليوم العالمي للمرأة بهذه المناسبة؟ الرسالة اللي كنوجهها للمرأة هي تحاول تعتمد على راسها ديما، تعتمد على راسها، ما تكونش ديما واحد الجم انك تسنى الراجل اللي يتزوج بها ولا والديها اللي يعطيوها. مثلا انا مثلا بحكمي انا ما ناقصني حتى شي حاجه، ولكن خرجت نخدم علاش؟ بغيت نحقق ذاتي. والحمد لله هذا العصر اللي حنا فيه دابا الحمد لله، يعني مش هذاك العصر ديال الراجل كيخدم على المراه والراجل، دابا الحمد لله حنا في واحد العصر اللي الحمد لله ماشي. وكنتمنى يعني فهمتيني الناس تكون راسها براسها، ما تسناش شي عكاز اللي تسند عليه، تسند الحمد لله تسند راسها براسها. وكنتمنى التوفيق لجميع الامه الاسلاميه والنساء بصفه عامه، كيتحقروا في المجتمع بزاف الصراحه. والله كنتحقروا حنايا والله العظيم، كيجبروا بنت خدامه ولا يستبعد كل البعد انها خدامه على راسك، ما يمكنش تكون خدامه على راسك، ضروري كيقول لك كاينه شي حاجه تما. يعني رغم ذلك واخا عامله الكوميرس ديالك وكتديها بسوق راسك كتعرض لا والو بزاف. ومع انني نسيت واحد الوقت انني راه بنت وحق الله كنخدم وكنقول صافي وليت مرجله، علاش كان ايفيتي داك ان شي حاجه تجلبوا من عندي شي لباس كي اتيري شي حاجه كان ايفيتيها، وباش علاش بغيت نخدم على راسي وكنهضر قاصحه مع كتجنب جميع الاشياء اللي تعرضك للمشاكل. وكيقولوا لي علاش انت كتهضر بحال هيدا، علاش ما علاش لحقاش الوقت طرتني نكون هيدا؟ الوقت تبدل وجاء لحقاش الا حليتي له الباب راه مشيتي فيها. ونتمنى التوفيق للجميع لك على هذه التوضيحات. اذا مشاهدينا الكرام كنتم معنا في هذا المباشر من طنجه، قدمنا لكم صوره حيه لمبادره هذه الشابه هذه اللي كتعتبر اول شابه وهي سائقه لعربه لتوزيع المواد الغذائيه على المحلات التجاريه رغم الاكراهات والمضايقات التي تعانيها منذ التحاقها بهذا العمل منذ ازيد من 3 سنوات. والرساله ديالها اللي كتوجه لجميع اصحاب المحلات التجاريه كتعامل معها بانها امراه عصاميه ودخلت هذا الميدان باش تكون راسها وتكون كذلك المستقبل ديالها بعيدا عن المضايقات والتحرش الجنسي. تحيه لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، القاكم في مباشر اخر، الى اللقاء. شكرا.